بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى نجدد لكم هذه التحية وهذه لقاء الشوط الثاني عشر أشواط هذه الفترة الصباحية في هذا المحلي الأول بداية الموسم، وفي هذا اليوم وفي هذا الشوط الثاني عشر لأشواط سن الثنايا والخاص للإبكار، لا زال التوقيت الزمني صامدا تحت أقدام الهبوب لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. وها هي أمامكم تعرض مرة أخرى مع التوقيت الزمني الأفضل والأميز في صباح هذا اليوم، توقيتها 7:55 32 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. مشاهدينا الأعزاء، أهني عتيق بن حمد بن قريع. إذا ناخذ المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، أفعال أو البارقة في مقدمة الشوط لعبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري في مقدمة هذا الشوط، بينما ناخذ اللي تليها بالمركز الثاني. هذه الريانة لعلي بن خالد بن عبد الله العطية بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي انتقلت إلى المركز الثالث وهذه العنود، العنود للسيد طالب محمد بن طالب بن علي بن عمارة المري على المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن عمارة، يا سلام. المركز الرابع، المركز الرابع شعار الدعية من واقع الشعار أو شعار الشهواني، شعار الشهواني، هذا شعار الشهواني. وهذه هي بنت لطام غانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني الخطير. المركز الخامس، المركز الخامس، هذه سمحة، سمحة على المركز الخامس، أو هذه مياسة لعبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود المري. وهذا شعار العنود، شعار العنود، صاحبة الأشواط الرئيسية، صاحبة الرموز وصاحبة رمز قصر الحصن في ميدان الوثبة في عاصمة الميادين في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا شعار حمل الأسماء الكبيرة وحمل الاسم الكبير. هذه هي النتيجة للخمسة مراكز المتقدمة، وهذه أول مشاركة في بداية الموسم، وهذا أول لقاء لنا ولقاء خير ومحبة بيننا وبين المشاركين، إخواننا أشقائنا في كل دول مجلس التعاون الخليجي. نعود بكم إلى مقدمة الشوط، وهذه هي البارقة، هذه هي البارقة. ومتى بتبرق البارقة؟ ومتى بتروح البارقة؟ ومتى بتصير البارقة؟ مع شعار عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري من ميدان التحدي، من ميدان الشحانية، من هذا الميدان، من هذا الميدان. سبق وأن علقت عليه ونافس في كأس الخليج في العام الماضي في سن الإجداع، في سن الإجداع، شعار عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز شنان بن شنان الهاجري، إن لم تخني الذاكرة، هذا الشعار نافس في كأس الخليج في العام الماضي في سن الإجداع. المركز الثاني، هذه الريانة، الريانة، وهذه الريانة، وهذه أيضا علقنا عليها في العام الماضي في أحد المحليات وأحد التمهيديات، بل فازت بل انتصرت بشعار علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية، بينما اللي تليها بالمركز الثالث تحمل رقم واحد نمبر ونية بن عمارة، هنا مع حمد بن طالب بن علي بن عمارة المري العنود، ويطمح للمركز الأول. بينما ناخذ الرابعة، ناخذ الرابعة اللي وصلت، اللي وصلت
ومرحبا بها ومرحبا بها ومرحبا بجميع المشاركات. هذه هي وصلت سبحة، عيسى بن سلطان بن مبارك بن سرد الهاجري على المركز الرابع وفي المركز الخامس. وفي المركز الخامس هذه هي مياسة، ومياسة العود، ومياسة العود. هنا عبد الله بن سعيد بن محمد بن الأسود المري. مرة أخرى انهينا هذا النداء. ركزوا يا أخواننا يا مضمرين، ركزوا يا أخواننا مضمرين. الرقص مع الكبار، الرقص مع الكبار، دائما يقولون الرقص مع الكبار. وهذه الكبار، وهذه الكبار، وهذه العمالقة، وهذه الأسماء. وأنا بروح مع البارقة، مع البارقة. والله يحفظ البارقة، والله يحفظها وتواصل المسيرة بدون أي تعليمات. ما شاء الله، ها هي البارقة يا جماهير البارقة. وهذا عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان، واثق، واثق من قدراتها. وأنا بقول لك لا تقولها شيء. أشوف القطر راحت يا أخوان هناك مع عبد العزيز بن سالم بن شنان. ما شاء الله، فاتنة، فاتنة البارقة في شكلها، فاتنة في أدائها، فاتنة بعرضها، فاتنة بركضها، فاتنة برقصها. مشاهدينا الأعزاء، سالم بن عبد العزيز بن شنان المري، مشاهدينا الأعزاء بدون أي تعليمات، تذكر بدون أي تعليمات. العصا قوس مثبته، مثبته مثل قوس الربابة. مشاهدينا الأعزاء، شعار النجوم، حركها، حركها، طقها، قالها روحي. يا سلام، تهانينا والناموس. سالم بن عبد العزيز، عبد العزيز بن سالم بن شنان، سلامي لك يا بن شنان على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الأعزاء، هذه لحظات الوصول، هذه لحظات الأداء، هذه لحظات الانتصار. دائما المركز الثاني، اللي وصلت للمركز الثاني الريانة لعلي بن خالد عبد الله العطية. وفي المركز الثالث جميلة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وفي المركز الرابع العنود لحمد بن علي بن عمار المري. وفي المركز الخامس هذه الشايبة لخالد بن محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس. وهذه من أصعب اللحظات وأصعب النواميس. قامت راس وأنهت الشوط راس. ومشكور يا بن شنان، ومشكور واشكرك يا بن شنان مع فوزي هذه العملاقة التي تنتصر في هذا اليوم البارقة. وبالفعل أبرقت البارقة في صباح هذا اليوم، توقيتها ممتاز، 8:03، 8 جزءا من الثانية. تهانينا لك يا بن شنان. المركز الثاني الريانة، اللي أيضا كان لها دور مهم، فكانت في إحدى الأرقام في المثلث الذهبي مع علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية. 8:05، 60 جزء من الثانية. بينما المركز الثالث الشايبة أو العنود أو جميلة، عفوا، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، 8:10، 54 جزءا من الثانية.